اسلام دلوقتي وهو قاعد في انترفيو جنبه اشرف عبد الباقي، استطيع ان انا اتخيل الحكايه يعني. لكن هنرجع لقهوه اشرف تاني. اسلام اقوى ام في مصر، بنطقه صح؟ صح. لان انت عامل لي اعلان كبير قوي جنب قوه كده. ها اقوى، انما اقوى ما اضعف. ايه احساسك ايه احساسك وانت بتخوض التجربه دي، واللي انا بعتقد انه متوفر لها امكانيات كبيره قوي، يعني افتكر انها ملحوظه لكل الناس من ابناء جيلك، انها امكانيات يعني بيقف وراها انتاج ضخم ومنظم، وحاسس بيه يعني؟ ايه الاحساس اللي جالك وانت بتتلقى هذا العرض؟ والله مرعوب يعني، مش عايز اقول لك، خايف جدا، لان هو مش برنامج معتمد على التمثيل. SNL كان فيه تمثيل، فانت بتستخبى جوه الكاركتر او بتستخبى جوه الشخصيه، انما ده طالع انا. فدي تجربه جديده بالنسبه لي، يا رب. طب بقول لك ايه يا اسلام، يعني قبل ما نتكلم على الجديد، خلي المشاهد انه في اللي عارف اسلام وفي اللي مش قوي عارف انت عملت ايه علشان نتكلم عنك النهارده او نعمل البرنامج ده النهارده. اشتغلت على ايه؟ ايه اللي انت يعني بتحبه بتعمله؟ ايه الجديد مختلف عن اللي عملته قبل كده في البرنامج ولا في؟ لا، كلمني عنك، عن شغلك، وايه النقله اللي هتحصل. انا اشهر حاجه عملتها SNL بالعربي، البرنامج المعروف طبعا. بعد كده عملت رايح المدام، كنت عامل دور المأذون. طب على فكره انت كنت يعني اللقطه دي في كل حلقه، بس كل مره بتعملها بطعم تاني. الحمد لله، يعني هو كان مأذون غريب الشكل، كنا بنقعد نستناك لما تيجي. كان مادي جدا، مدي في جو كده. وبعدين بعد كده سنفت عملت الوصيه، وفي مسلسل اسمه طلعت روحي ان شاء الله هيتعرض قريب. يعني خطواتي مش كتير، انا بحاول على قد ما اقدر ان يعني خطواتي تكون قليله، بس ابقى فخور بالحاجه اللي بعملها او احس ان هي حاجه لطيفه الناس حباها. افتكر اقوى ام في مصر هو اقوى حاجه هيقوم بيها يا رب ان شاء الله. يعني اتمنى من حيث المساحه ومن حيث ضخامه الانتاج اكيد. يعني هي مسؤوليه طبعا، يا رب اكون قدها. واستغربت ان يعني البرودكشن المسؤولين عن البرنامج اختاروني، من كنت طلعت في برنامج صاحبه السعاده مع استاذه سعاد يونس، فكنت فاكك كده، وهي بتخلي الناس يعني لطيفه معاها. هي عظيمه روحها وشخصيتها، تحيه ضخمه جدا جميله كبيره ان شاء الله عليك. فنانه سعاد يونس، تحيه ليكي من الحال اليوم. فانا عملت معاها حلقتين، فهم اختاروني من خلال البرنامج اللي عملته مع استاذه اسعاد، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. يا رب.